نحن فريق لقاح مركز حسين روتيني، بعد تعليمات المنطقة الإشرافية التي نتبع لها قمنا بحملة لتلقيح واستهداف المخيمات النازحين التابعة لمركزنا. قمنا بزيارة كافة المخيمات واستهداف كافة العمر من عمر يوم إلى 5 سنوات غير المستكملين لجرعات اللقاح ولقاح كزاز النساء، والحمد لله رب العالمين كان هناك تجاوب جيد من أهلنا النازحين. صلخين مثل أمنا ما جابتنا، الله يعافيك جدي. خد بصيصة بعيد، ما بك شيء، يلا ها يلا روح خلصين معصين. اختي بقى تسخن.